السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر عمر علي عمار، فاتح شيء للمعاهد الفنية. صلي بينا على النبي. النهاردة هنشرح كل ما يتعلق بمسائل الشابتر رقم واحد في مادة الحساسات ومحولات الطاقة، تمام؟ صلي بينا على النبي. تعالى نرجع بقى للزمن الجميل، ثانوية عامة. ثانوية عامة كان يقول لك كثافة الفيض، كثافة الفيض بتساوي الفيض المغناطيسي على الاريا، تمام؟ وما تنساش ان وحدة قياس كثافة الفيض التسلا، واللي هي عبارة عن الويبر على المتر مربع. الحاجات دي تتذاكر، كل حاجة وحدة قياس بتاعتها تتذاكر، كل القوانين دي تتذاكر كويس قوي. صلي بينا على النبي. تعالى ندخل بقى لتاني قانون، اللي هو قانون امبير، تمام؟ قانون امبير بيقول لك ايه؟ دي قوة المجال المغناطيسي بتساوي التيار على الطول، بتساوي التيار على الطول. طبعا التيار وحدة قياسه ايه؟ الامبير، والطول وحدة قياسه المتر. حلو، يبقى انا هنا عندي قوة المجال المغناطيسي اللي هي الماجنتيك فيلد سترينث وحدة قياسها ايه؟ امبير على المتر. حلو، تيجي بقى بيقول لك ايه؟ لو المسار دائري للموصل، دائري انا كده عشان الطول هنا يبقى يساوي 2 باي ار عشان محيط الدايرة، يعني المسار دائري زي ما موجود في الكتاب هنا. بيقول لك لو المسار دائري انا كده الطول بيساوي محيط الدايره اللي هو ال 2 باي ار. حلو، وبعوض في القانون بتاع قوه المجال المغناطيسي. يبقى انا هنا الاتش بتساوي الاي على ال، تمام؟ والال ب 2 باي ار، يبقى الاتش بتساوي الاي على ال 2 باي ار سمول، تمام؟ اللي هو نصف القطر. طيب يا مستر، لو في عدد لفات يبقى انا هضيف للقانون بتاع اللي هو الاتش بيساوي الاي على ال، هضيف فيه عدد لفات بس. يبقى قوه المجال المغناطيسي بتساوي اي في الان على ال. حلو، بس ده القانون بتاع امبير. نيجي بقى لثالث قانون. ثالث قانون عشان نجيب الام ام اف اللي هي قوه الدفعه المغناطيسيه. هنا التيار بيدخل في كام؟ في عدد لفات، يبقى اي في ان، يبقى القانون بتاع الام ام اف اللي هي قوه الدفعه المغناطيسيه بيساوي الاي في الان. الاي في ايه؟ في الان، التيار في عدد اللفات عشان اقدر اجيب القوه، تمام. ما تنساش وحده قياسها برضو اللي هي ايه؟ امبير، شرطه ترنس اللي هي عدد اللفات او اي تي، تمام؟ ده الاختصار للامبير ترنس، تمام؟ يعني كمان شويه هقارن ما بين الام ام اف والاي ام اف. الاي ام اف اللي هي بتاع الثانويه عامه كان يقول لك ايه؟ قوه الدفعه الكهربائيه. اما الام ام اف دي اللي هي قوه الدفعه المغناطيسيه، دي اللي بتبقى ايه؟ موجوده في ايه؟ المجال المغناطيسي، يعني هنا في مجال مغناطيسي، اما الثاني كان كهربي. حلو، تمام. نيجي بعد كده القانون اللي جاي، يقول لك معامل النفاذيه للهواء بيساوي كثافه الفيض على قوه المجال المغناطيسي اللي انا لسه ايه؟ لسه كاتبها فوق اللي في القانون بتاعها. وبرده معامل النفاذيه للهواء انت عارفينه من ثانويه عامه، كان يقول لك 4 باي في 10 سالب 7، تمام. يبقى معامل النفاذيه بيساوي كثافه الفيض اللي هي بي على الاتش اللي هي ايه؟ قوه المجال المغناطيسي بس. وتنساش وحده القياس بتاعته، يعني اي حاجه بالبامبه هنا دي وحده قياس. حلو، تمام. ذاكر القانون كويس وتذاكر وحده قياس كويس. تعالى بقى نخش بقى في اخر حاجه، بعدين هندخل على مسائل. انا بعرفك القوانين بعدين هنحل مسائل. طب يا مستر، انت في حته في القانون بتاع القوه الدفعه المغناطيسيه قلت الام ام اف بتساوي الاي في الان. حلو، جت ازاي بقى بتساوي الاتش في ال؟ يا باشا جت من القانون بتاع امبير، ضربت مقص الان الاي في الان بيساوي الاتش في ال، ضربت مقص هنا، رحت ايه؟ يداني الاي في الان بيساوي الاتش في ال، ومنها انا اقدر اقول القوه الدافعه المغناطيسيه بتساوي الاي في الان او بتساوي الاتش في ال، لان في مسائل هتعوض بالقانون ده. حلو، صلي بينا على النبي. ندخل بقى على الدايره الكهربائيه والدايره المغناطيسيه. الدايره الكهربائيه الاي هنا هي الاي ام اف اللي هي بتاعه المصدر. حلو، فرق الجهد المصدر. حلو، تمام. وبيمرر تيار يدخل في مقاومه عادي. طب ماشي، هنا المقاومه بتساوي الاي على الاي اللي هي الاي ام اف على الاي. حلو خالص. طيب الناحيه الثانيه في الدايره المغناطيسيه بقى،
اسمها ممانعه، الار هنا اسمها ممانعه تمام، وشكلها كده في الكتاب. حلو. طب الممانعه يا مستر انا هقسم ايه على ايه؟ طب انا عندي ام اف، لا يا مستر ده انا عندي ام ام اف اللي هي ايه؟ قوه الدفع المغناطيسيه اللي هي اف ام. حلو. طب هقسمها على ايه يا مستر؟ هقسمها على تيار؟ لا يا مستر ده انا هقسمها على فيض. ليه يا مستر هقسمها على فيض؟ لان انا هنا التيار بيمر بيولد مجال مغناطيسي. شفت التركايه هنا؟ الحته كل الفكره كلها هنا، ان في تيار مر بعدين تولد عنه نتيجه عن مروره ايه؟ مجال مغناطيسي اللي هو ايه؟ الفلكس اللي انا قسمت عليه اللي هو ايه؟ يعني انا كده هنا ممانعه اللي هي ايه؟ بتساوي الام ام اف او الاف ام على ايه؟ الفلكس اللي هو الفيض المغناطيسي الناتج عن مرور التيار. حلو. دي قوانين. ليه بقى ليه دي قوانين يا مستر؟ لان هنعوزها في المسائل. يبقى انا ينفع اقول القوه الدفع المغناطيسيه بتساوي ثلاث حاجات. ايه هما يا مستر؟ الان في الاي. حلو. وبتساوي برضو الاتش في ال. جت منين؟ جت من قانون امبير لما ضربنا مقص. لسه قايلها، لما ضربت مقص هنا هيديك الان في الاي بتساوي الاتش في ال. حلو. وبتساوي ايه يا مستر تاني؟ بتساوي الممانعه اللي هي شكلها كده تمام في الفيض، ممانعه في الفيض، بضرب في المقص في القانون بتاع الممانعه. يبقى انا قانون القوه الدفع المغناطيسيه ليه ثلاث قوانين، الان في الاي والاتش في ال والممانعه في الفيض المغناطيسي. تمام كده احنا عرفنا هنا المقاومه بتساوي اي ام اف على الاي، عشان هنا مار تيار تمام، وبكسب على التيار من غير ما هو مولد اي حاجه. اما بقى في الدايره المغناطيسيه، مرور التيار نتج عنه تولد ايه؟ مجال مغناطيسي. عشان كده قسمت الام ام اف على المجال المغناطيسي. حلو. نيجي بعد كده، فاكر برضو في ثانويه عامه، ارجع بقى للزمن الجميل، الار بتساوي مقاومه نوعيه في ال على الا دي ريزيستنس. طب الممانعه بقى شكلها كده في الكتاب، ولو بحثت عن النت هتلقاها اس. حلو. هسيب ال والا زي ما هم، بس هكتب في تحت، هكتب تحت تمام في المقام ايه؟ الميو اللي هي عباره عن ميو معامل نفاذيه للهواء ومعامل نفاذيه للمعدن بتاع الملف تمام. دول يعني الام زيرو بتاعت الهواء في الام ار بتاعت المعدن بتاع الكويل الملف، عباره عن ايه؟ معامل النفاذيه عموما تمام. الاثنين حاصل ضربهم بيساوي معامل النفاذيه. الممانعه قال لك تتناسب عكسيا مع معامل النفاذيه، عشان كده انا هنا كتبت في ايه؟ المقام معامل النفاذيه. حلو. يبقى ده القانون وده عكسه. بس يبقى احنا دي دايره ودي عكسها، نفس الفكره، دايره كهربيه ودايره مغناطيسيه. وما تنساش وحدات القياس اللي انا كاتبها لك بالبمبي. تعالى بقى نطبق عمليا في المسائل باللي احنا ايه قلناه ده كده، كل قوانين الشابتر بكل بساطه. بس انت ايه ركز معايا، هما خمس مسائل تمام، هما خمس مسائل. صلي بينا على الزين حبيبك نور العين. دلوقتي هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الفلكس المجال المغناطيسي ب 12 ملي ويبر، 12 ملي ويبر تمام. هضرب في 10 اس سالب 3 عشان احول من الملي لايه؟ للويبر على طول. حلو. طب والمساحه يا مستر؟ المساحه يا مستر مديك هو 8 سنتيمتر و15 سنتيمتر، المساحه الطول في العرض. وهنا هضرب في 10 سالب 4 على طول تمام، علشان احول المساحه اللي هي بمتر مربع بس. وبعوض في القانون بتاع كثافه الفيض بيساوي الفيض المغناطيسي على المساحه بس مباشرة يعني. ده أول مثال. نيجي تاني مثال. تاني مثال هو عاوز التيار ومديك إيه؟ ومديك قوة المجال المغناطيسي ومديك عدد اللفات تمام؟ ومديك إيه؟ القطر. حلو. صلي بينا على النبي. أنا مش قلت لك ال اللي بتساوي 2 باي ار؟ حلو. طب هو مديك القطر، يبقى الباي في القطر على طول، ديامتر تمام؟ تمام. وحوط الاي هنا، الاي اجيبها ازاي يا مستر؟ قلنا احنا الاتش بتساوي الان في الاي على ايه؟
ال ال اضرب مقص اقدر اجيب الاي، يبقى الاي بتساوي الاتش في ال ال على ان. حلو، واعوض عندك القوه ب 5000 في الطول باي في الديامتر، باي اهو اكتب باي في ديامتر عندك 20 في 10 اس سالب 2 على عدد اللفات ب 800 يديك ايه؟ 3 علامه 9 3 امبير. حلو، بس يبقى مثال تعويض مباشر وسهل من القوانين اللي احنا لسه ايه شرحناها. ركز معايا بقى هنا، هو مديك عدد لفات، تمام تمام يا مستر، ومديك ومديك ايه تاني يا مستر؟ مديك يا باشا قال لك مساحه المقطع بكام؟ ب 5 سنتيمتر مربع، تمام. اضرب بقى ايه عشان احولها للمتر مربع، اضرب في 10 سالب 4. حلو تمام. وقال لك ايه تاني؟ قال لك اللهم صل على النبي، التيار المار 4 امبير. حلو، وقال لك ايه تاني؟ المحيط هنا، المحيط هنا بيجي لك 60 سنتي متر، يعني 60 في 10 سالب 2. حلو تمام كده، انا اقدر اجيب ايه؟ انا مديك كذا حاجه، عندك الاتش بتساوي الان في الاي على ال، عندك عدد لفات وعندك التيار وعندك المحيط. حلو، بعوض مباشر تمام. تاني حاجه بقى، قلت لك انا في القوانين اللي احنا خدناها قلت لك ايه؟ قلت لك يا ولدي ركز معايا، قلت لك الميو بتاع معامل النفاذيه للهواء بيساوي ايه؟ بيساوي كثافه الفيض على كثافه الفيض على الاتش. حلو، فانا لو عاوز كثافه الفيض اضرب مقص المعامل النفاذيه للهواء في الاتش، الاتش عندك فوق ومعامل النفاذيه اللي هو معروف هو اللي هو ثابت 4 باي في 10 سالب 7. حلو تمام، وبعدين هو عاوز الفلكس، اخر حاجه عاوز الفلكس اللي هو الفيض المغناطيسي، وده هو عباره عن ايه الفيض؟ من قانون كثافه الفيض بتضرب مقص، كثافه الفيض بيساوي الفيض المغناطيسي على الا، تمام؟ اضرب مقص يبقى الفيض المغناطيسي كثافه الفيض في المساحه، المساحه عندك وانت كثافه الفيض لسه جايبها بتعوض تعويض مباشر، بس. تمام، صلي بينا على النبي. مديك هو مساحة، مساحة بكام يا مستر؟ قال لك 30 سنتيمتر مربع، سنتيمتر مربع حولها للمتر مربع اضرب في 10 سالب 4. حلو، ومديك يا مستر مديك ايه تاني؟ عندك هنا الفيض المغناطيسي. حلو تمام، وعندك المساحة اقدر منها اجيب كثافة الفيض. حلو، كثافة الفيض موجودة ومعامل النفاذية معروف، اقدر اجيب منها ايه؟ قوة المجال المغناطيسي. حلو، جبت قوة مجال المغناطيسي، وعندي يا مستر ايه يا مستر؟ عندي يا باشا عندك الطول، يا مستر عندي الطول اللي هو كام؟ قال لك 2.5 ملي متر، ملي متر اضرب في 10 سالب 3. طب يا مستر شفت هو كاتب لك ايه؟ الام ام اف بيساوي ان اي بيساوي في بتساوي ايه؟ الاتش في ال ال، جت منين؟ قلنا من قانون امبير اللي هو عباره عن ان في الاي على ال ال، اضرب مقص الان في الاي بيساوي الاتش في الال، وبعوض تعويض مباشر، سهله خالص. وما تنساش وانت بتكتب بعد النواتج، بتكتب النواتج بتكتب ايه وحدات القياس زي ما هو كاتب، الايه في التي اللي هي امبير في ترنس اللي هي الامبير في عدد اللفات. نيجي بقى في اخر مساله، مديك الراديوس اللي هو ايه نصف القطر، مديهولك بكام؟ مديهولك بنص سنتي، يعني 5 في 10 سالب 2. طب انا ماشي عاوز الطول بقى، الطول بيساوي ايه؟ محيط الدايره 2 باي ار زي ما هو كاتب اهو. حلو، وبعوض. حلو، طب الكروس مديك ملي متر مربع، 400 ملي متر مربع، حول من ملي متر مربع اضرب في 10 سالب 6 للمتر مربع. حلو، ومديك الكارنت بنص امبير. حلو، ومديك الفلكس اللي هو الفيض المغناطيسي اللي هو بويبر، مديك كام؟ 1 من 10 ملي ويبر اضرب في 10 سالب 3 عشان احولها. ومديك معامل النفاذيه بتاعت ايه؟ بتاعت الكويل اللي هو الملف، تمام؟ ب 200. حلو، بعوض في القانون اللي انا لسه شارحه اهو اللي هي بتاع الممانعه بيساوي ال ال في ال ال على ال في الميو 0 في الميو ار اللي هي بتاعت الكويل، بس. وعوضنا. حلو، طيب عاوز هو تاني مطلوب يا مستر ايه؟ عاوز يا باشا القوة الدفع المغناطيسية، عاوز القوة الدفع المغناطيسية، تمام؟ قوة الدفع المغناطيسية بتساوي ايه؟ اقول لك انا
شوف القوة الدفع المغناطيسية لما اضرب مقص بتساوي الممانعة في الفيد المغناطيسي، الممانعة في الفيد المغناطيسي تمام اللي هو الفلكس. الممانعة انت لسه جايبها هضربها في الفيد المغناطيسي يديني القوة الدفع المغناطيسية اللي هي الاف ام، وما تنساش تكتب وحدة قياس ايه القوة الدفع المغناطيسية اللي هي الاف تي. حاجة بس حابب اقولها لكم، انا هنا عشان افتح نفسك للمذاكرة واوريك ان العلم ده امتع حاجة، ببسط لك الدنيا بمعنى صح، بديك الخطوة الأولى علشان أنت تكمل بقى وتجتهد على نفسك وتجتهد تمام. الحاجات اللي أنا بنزلها حاجات ببسط لك الدنيا عشان تبدأ الخطوة الأولى، بعدين أنت تجتهد على نفسك أكتر وأكتر في المذاكرة بحاجات كتير إن شاء الله هتذاكر الكتاب كله، بس أنت بديك الخطوة الأولى عشان تفتح نفسك، عشان كده اسمي فتح شيل المعاهد الفنية. الحمد لله رب العالمين، وده من فضل ربنا عليا. سلسلة التكفيل مفيش مستحيل في الترم الأول عملت نجاح ولا أروع، يعني مادة الالكترونيات زي مادة الالكترونيات يعني الامتحان كله من المذكرة، كاتب 4 ورقات نظري بس وباقي كله فهم، وشرحت لك كل المسائل وكل انواع المسائل حتى الصعبة والسهلة شرحتها لك، فيعني ده مساعدة ليك تمام. وعملت مجهود يعني يحترم بجد، ده حاجة. تاني حاجة في حاجات مثلا في مثلا بعض المواد امتحان مثلا طلع حته كده حتتين كام حته كده طلعوا، دي بيترتب عليك انت اللي بتكمل. انا زي ما قلت لك انا بديك الخطوه الاولى بفتح نفسك للمذاكره، الباقي ده بتاع عليك انت مش تمام، دي الفكره. عشان كده اسمي فاتح شيالي معهد الفنيه، وشكرا ليكم لدعمكم وانكم بتتواصلوا معايا وتقفوا جنبي وبتتابعوني، وشكرا خالص. اخوكم في الله اخوكم المستر عمر علاء عمار فاتح شيالي معهد الفنيه، وشكرا خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.